على بعد أيام من ديربي قارة إفريقيا، على بعد أيام بإذن الله من تتويج رقم 12 في تاريخ النادي الأهلي، ملحمة الأهلي والترجي، المباراة الأهم هذا الموسم في مشوار النادي الأهلي في حصد الألقاب والبطولات. مساء الخير، تحياتي ليكم وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من السادسة. كلام كتير جدا طبعا النهاردة، وده اللي يهمنا وده هنحاول نتابعه، وإن كان طبعا تمرينة الأهلي اتأجلت شوية عشان ظروف حرارة الجو، وحضراتكم عارفين طبعا موجة حارة شديدة جدا بتضرب مصر بقالنا يمكن ثالث أو رابع يوم النهاردة، ففضل الجهاز الفني أنه يأجل التمرين ساعتين عشان تبدأ تمرينة الأهلي الأولى استعدادا لمواجهة الترجي الساعة 8 مساء النهاردة. الحقيقة يمكن عندنا كلام كتير جدا على مباراة الفاينل القادمة، لكن الحقيقة أنا حابب أتكلم بشكل كبير أو أبدأ حلقة النهاردة بشكل كبير مع الجمهور، لأنه في كتير من يعني مش عايز أقول منصات السوشيال ميديا، لكن حتى كمان في البرامج الرياضية الكل بيرى أنه كفة الأهلي أرجح بحكم طبعا أنه المباراة على ملعبه وفي وسط جمهوره. خليني أقول لك أنه أنا شايف العكس الحقيقة، وشايف أن المباراة صعبة جدا زي ما هي صعبة على الترجي اللي جاي القاهرة وعارف أنه بيقابل المارد الأحمر بطل إفريقيا حامل اللقب، حامل عدد أو الرقم القياسي لألقاب القارة الإفريقية في استاد القاهرة وفي وسط جمهوره، بالتأكيد هم كبير جدا للترجي. لكن في الأول والآخر بقول لك الترجي فريق كبير، والمباراة مع بدايتها ورغم أفضلية الأرض والجمهور أعتقد أنه نسب الفريقين في الحصول على البطولة تكاد تكون 50-50 50-50، كل فريق عنده أفضلية هيحاول يراهن عليها ويحاول يحققها. إمتى نتفق أنه الأهلي فرصته أكبر؟ بعد الهدف التاني، يعني لما إن شاء الله بإذن الله ربنا يوفقنا كده في المباراة ونوصل أنه سكور الأهلي جاب الهدف التاني أيا كان ترتيب الأهداف إيه، المهم يكون في هدفين للنادي الأهلي في المباراة، أقول لك ساعتها أنه اللقب بقى قريب جدا جدا من البقاء في القلعة الحمراء والاحتفاظ به للعام الثاني على التوالي، وللمرة الرابعة في آخر خمس نهائيات، وللمرة 12 في التاريخ. ما عدا ذلك انسى بقى كل السيناريوهات اللي احنا قاعدين نحكي فيها ونتكلم فيها، وفكرة انك انسى ان في مباراة لعبت في تونس وانه النهائي من مباراة واحدة هتلعب في القاهرة، الكلام ده ليس له أساس من الصحة. الكلام ده كلام النوم في العسل. الكلام ده يحصل امتى؟ يحصل انه أي حالة تعادل حصلت في مباراة السبت اللي جاي تؤدي الى وقت اضافي وضربات ترجيح. يعني ايه؟ يعني لو نتيجه المباراه انتهت 0-0، انتهت 1-1، انتهت 2-2، نروح لوقت اضافي وضربات ترجيح. ده افهم انه يكون سيناريو المباراه الواحده، النهائي اللي بيتلعب من جيم واحد، من 90 دقيقه واحده. هل ده ينطبق على مباراه السبت اللي جاي؟ لا، لا ينطبق. فما ينفعش نروج لفكره انه في نهائي أو في جولة من النهائي لم تلعب، وإن النهائي المباراة النهائية هتختزل أو تقتصر على مواجهة السبت القادم. ليه؟ لأنه حسابات التعادل الإيجابي بتصب في مصلحة الترجي أيا كانت النتيجة. يعني 1-1 زي 2-2 زي 3-3 الترجي يفوز باللقب. فهي مش مباراة أو مش نهائي من جولة واحدة. هو نهائي من جولتين نجح الترجي في إنه يخرج على أرضه بنتيجة تعادل سلبي. حسابياً ميجيل كاردوزو بيشتغل على انه كسبان 1-0، هي 0-0، هي 0-0، بس هو راكب الطياره وهو بيحضر، وان شاء الله بعثه الترجي هتوصل بكره القاهره، بيحضر للجيم وهو بيدي اخر محاضره قبل نزول اللعيبه لملعب المباراه، هيراهن على انه هو جاي من تونس كسبان 1-0، وانه في حاجه الى هدف واحد فقط عشان تبقى النتيجه 2-0، وهنا الاهلي يحتاج لتسجيل هدفين، يحاول بقى يلعب جيم دفاعي، يحاول يلعب زون، يحاول يرص ال11، يعمل زي ما يعمل، المهم يمنع الاهلي من تسجيل هدفين. هو ده باختصار شديد جدا تفكير ميجيل كاردوزو، وما اعتقدش ان في سيناريو تاني ممكن يكون بيفكر فيه. طيب حالتنا ايه طبعا بعد غياب علي معلول، واحده من اهم الاوراق المهمه جدا في مباراه السبت القادم. طمنكم طبعا مره تانيه على انه علي معلول اجرى العمليه الجراحيه بنجاح، والنهارده حتى مجلس الاداره النادي الاهلي كان في زياره لاطمئنان على علي وبالتاكيد على انه الاهلي واقف في ظهره وهيوفر له كل ما يتعلق ان شاء الله باذن الله انه يقوم من العمليه دي سليم معافى ويرجع ان شاء الله باذن الله افضل من اول. اخبار الاهلي، ملف الاصابات، بدايه التحضير النهارده، كل ده معانا في حلقه النهارده من السادسه بعد الفاصل.